تحياتي للكابتن، ولكن زعلي على الكابتن خالد. بالعكس كابتن، هذه فرحة طبيعية بمباراة عجمان، مباراة صعبة والفريق نجح بالاختبار، ما لها علاقة بفوز بآسيا أو دوري. هذا على الكلام اللي تقال في الاستوديو. إيه. ولكن طبعا الكلام تفضل. الكلام يعني اتخذ منه جزء معين، مش كل الكلام يعني. هو بص يا زبير، أنت طبعا توضح الموضوع كله يا جماعة. الفيديو ولا تقربوا الصلاة، لا كملوا الفيديو كامل، دي حاجة. الحاجة الثانية حديثي وانا ما زلت مصر عليه، فكره احتفال لعيبه نادي العين في اوضه اللبس، هي دي كان المبالغ فيها بالنسبه لي انا كخالد بيوبي في مباراه في الدوري. فكره ان انا بقول الاحتفال كان مبالغ فيه مش على جمهور العين اللي في الملعب مع لعيبه نادي العين، ده تقاليد موجوده في انديه العالم، تقاليد موجوده عند نادي العين، تقاليد موجوده في كل انديه الدوري. تحيه اللاعبين للجمهور. لا تحيه اللاعبين للجمهور مهمه، جمهور جاي يشجعك بالظبط، تروح وتحتفل معاه، هذه معقوله. انما الحكايه كلها، الفكره كلها، ان الفيديو اللي موجود بتاع اوضه اللبس احنا ما قدرش نذاعه في القناه، اتذاع على السوشيال ميديا. لما سئلت عليه اتكلمت على فكره انا الفرحه مبالغ فيها من اللعيبه بحجم نادي العين وباسم نادي العين. الجمهور بقى دخل في لغه السوشيال ميديا، عاوز تولع الدنيا وتزود الدنيا، دي قضيه ثانيه خالص، مش قضيتنا، مش بتاعتنا خالص. بس انا بشكره طبعا على اتاحه الفرصه ان احنا نتكلم على الجزئيه دي. اتفضل يا زبير. قول. طبعا الظرف اللي يتكلم فيه كابتن خالد انا نعرفه جيدا، يعني انك انت العين، وهي مباراه عجمان في الاخير بالنسبه لك، مباراه صعبه، مباراه اللي تحب انت، من حقك تحتفل، احتفلنا مع جمهورنا، حيينا جمهورنا، بس الاحتفال اللي داخل حجره الملابس باش نوضح شويه، هذا هو اللي كابتن خالد قال يعني مبالغ فيه، ما حقوش يصير بهذا الشكل في نادي بحجم نادي العين، انت في الاخير ما زلت ما حققتش البطوله. وانت عارف ان السوشيال ميديا صور لك ان انا بقول ان ازاي جمهور نادي العين يحتفل مع لعيبه نادي العين على الفوز، مباراه في الدوري وتقاليد موجوده على مستوى العالم. ما السوشيال ميديا بهذا الشيء. اوكي. يعيش السوشيال ميديا بهذا الشيء، كابتن ياخذ لك الحاجه اللي مثيره ويعيش بها. لا اللي اللي لا العينويه يفهموا ويعرفوا، والعينويه فاهمين انه الكلام مش نقد لاذع بقدر ما هو يعني موقف واضح ويحترم. يعني للمرة الثانية والثالثة يا جماعة أنا أتحدث عن الفيديو اللي حصل بتاع احتفال لعيبة نادي العين داخل غرفة الملابس، وإلا على الإداري بتاع نادي العين ما يعملش التصويرات ديت وينزلها على السوشيال ميديا عشان ما يعملش لغط كبير جدا على الساحة. العين كبير، وده كان كلامي في الاستوديو مع زبير، العين كبير وكبير جدا كمان زي ما صف الأندية الكبيرة اللي موجودة على مستوى الوطن العربي، وبالتالي عندما أنتقد حاجة أنتقد حاجة للمصلحة العامة مش لنادي أو لحساب نادي.